سلام عليكم. قبل أسبوعين في بداية الشهر الحالي اللي هو شهر 6، أنا نشرت فيديو لواقعة حصلت في البصرة، والفيديو انتشر وإلى الآن موجود في حسابي في الإنستغرام، وراح أحط لكم كذلك الرابط أسفل هالفيديو هذا علشان ترجعوا له وتعرفون القصة. القصة هذه تتكلم عن فيديو انتشر لشابين من أهل البصرة كانوا راكبين على دراجة نارية، وقفوا أمام أحد البيوت، فقام هذا قائد الدراجة بعد ما توقف وأخرج من داخل ملابسه قنبلة يدوية اللي هي الرمانة كما يسميها بعض الناس، أخرج هالقنبلة اليدوية ورماها. كان ينوي إن القنبلة تنفجر داخل البيت، إنها تعبر سور البيت وتنفجر داخل، لكنها اصطدمت في الجدار ورجعت وقفت في وسط الطريق أمام الدراجة النارية اللي هم راكبين فيها، فاضطر إنه يحرك بسرعة قبل لا تنفجر، لكنها انفجرت فيهم أثناء عبورهم. شو اللي حصل بعدين؟ اللي حصل، أنتم عارفين القنبلة اليدوية هذه ما هي بسيطة، شظايا تقطع الحديد، فما بالك بالبشر اللي مارين عليها بالدراجة النارية وتنفجر وهي تحتهم بالضبط. الشظايا على طول دخلت في جسد اللي كان راكب خلف القائد، وهذا الولد اسمه أمير، عمره 20 سنة، عامل نظافة يعمل في محكمة البصرة. أما قائد الدراجة أصابته عدة شظايا لكنه ما مات، تم إنقاذه. وكذلك نتيجة الانفجار تسبب بإتلاف العديد من المركبات المتواجدة في نفس الشارع. مالكم بالطويلة، الناس ما هي عارفة شنو قصة هالشابين أمير واللي كان يقود الدراجة، وليش رموا القنبلة اليدوية على هالبيت، وشنو كانوا يهدفون له. يعني تبين بعد ذلك ان صاحب البيت اللي تم رمي القنبلة اليدوية عليه هو ضابط في الشرطة في البصرة. يعني الشابين كانوا ينوون يا قتل الضابط صاحب البيت أو أحد من أفراد أسرته، الموضوع موضوع انتقام أكيد في معرفة. المهم بدوا يبحثون، التفاصيل إلى الآن غامضة، لكن أخذوا عندكم هالصدمة، وأنا لازم أقول هالموضوع علشان ينتبهون الأجهزة الأمنية في البصرة ان الموضوع ما هو موضوع فقط شابين رامين قنبلة يدوية على بيت ضابط ويمكن هم حاقدين عليه، لا 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 لا، الموضوع اكبر من كذي. الموضوع الله يسلمكم، هذا امير اللي يعمل عامل نظافة في محكمة البصرة يعمل مرشد لاحد الضباط في شرطة البصرة، يعني مصدر سري، وكان الضابط هذا دائما يستخدم أمير في التجسس على بعض الأشخاص لأنه شاب وشكله وديع وكذا، وأنا عندي صوره يعني المسكين هذا الله يرحمه، ولكن كان يرسله وين علشان يتجسس أو ياخذ أخبار بعض الشخصيات أو اللي مثلا يبيعون المخدرات، أو إن شخص هو مشتبه فيه الضابط يقوم يرسل أمير بشكل يعني ما يوحي إنه له علاقة بالأجهزة الأمنية، فيوصله دائما المعلومات، وعلشان الضابط كذلك إنه ينجح في حل بعض القضايا أو إنه يقدر يلقي القبض على الأشخاص اللي مشتبه فيهم عن طريق أمير. في هاليوم اللي حصلت فيه الجريمة أو يسمونها الرمانة المرتدة اللي صار عليها ضجة الآن بسبب هالفيديو، الرمانة المرتدة اللي رجعت عليهم وقتلت أمير، شنو صار؟ في نفس الليلة الساعة 1 بالليل اتصل الضابط على أمير، صحاه من النوم، اتصل عليه على البيت. يوم صحى أمير قال له آمر سيدي، قال له تعال عندنا شغل. لما جاء ولا في واحد ثاني كذلك مرشد للضابط أو مصدر سري للضابط، قال لهم اليوم عندنا مهمة ولازم تنفذونها. طبعا أمير لما جاء إلى مركز الشرطة كان لابس تيشيرت ولابس شورت وتيشيرت ملون، وبالفيديو لابس أسود، عطاهم ملابس
نفس البلاسوت اللبس الأسود هذا وكانوا ملثمين، وعطاهم القنبلة اليدوية قال لهم أبيكم ترمونها على البيت الفلاني في المكان الفلاني، هذا اللي هو بيت الضابط يبي ينتقم منه. الظاهر الضابط هذا له علاقة أو في عداوة بينه وبين الضابط الثاني، ويبي أمير والشخص الثاني يرمون القنبلة اليدوية على بيته، ويروح أمير فعلا مع هالشخص هذا، رموا القنبلة لكن سبحان الله ردت عليهم وانفجرت. أمير توفى، أما قائد الدراجة إلى الآن في غيبوبة في المستشفى لأن حالته جدا صعبة. والغريب في الموضوع أن الآن أهل أمير أو عشيرته يطالبون الضابط اللي كان يستغل ولدهم بتنفيذ بعض القضايا أو الجرائم أن يطالبونه بأن يتم معاقبته، ويجون عشيرة الضابط الحقير هذا اللي يستخدم أمير، أرسلوا جاهية حق أهل أمير يقولون يبا شوفوا لا تجيبون سيرة الضابط في القضية، واللي تبونه إحنا حاضرين ندفع لكم ويكون بيننا فصل ويكون بيننا كل الحق يوصلكم، لكن لا تجيبون اسم الضابط في القضية، خلوه يعني عشان لا ينفصل وعلشان لا تحصل عليه قضية وتكبر السالفة. القضية يحاولون يطمطمونها، لكن الضحية منه هالولد المراهق المسكين اللي هو أمير اللي توفى الله يرحمه ويغفر له، وكذلك الولد اللي على الدراجة النارية الآن بين الحياة والموت. واللي بيشوف الفيديو موجود في حسابي على الانستغرام والرابط أسفل الفيديو. قصة الليلة حصلت في الكويت عام 92، والقصة في النهاية ترى فيها صدمة. القصة الله يسلمكم لرجل شاب كويتي متزوج وعنده ولد وبنت وساكن في منطقة في الكويت اسمها القرين. المهم الصبح كالمعتاد طلع من البيت رايح للدوام، وعنده خادمة أسيوية شغالة في البيت. بعد ساعتين ثلاث يعني وقت الضحى الساعة 10 تقريبا، زوجته قالت حق الخادمة انتبهي على الأولاد وأنا رايح أشتري أغراض البيت، يعني بعض الحاجيات من السوق. وفعلا طلعت صاحبة البيت، بقى في البيت منه الشغالة الأسيوية والولد والبنت أعمارهم 4 سنوات 3 سنوات تقريبا، قاعدين يلعبون بجانبها وهي تطبخ وتنظف. شوي ويجي شخص يضرب الباب، افتحت له الشغالة قال أنا عامل تصليح وصاحب البيت أرسلني علشان أعمل صيانة لأحد دورات المياه في الدور الأول. الشغالة استغربت، وأول مرة يعني صاحب البيت يرسل أحد بدون ما يبلغها أو أنه يأتي شخص وهو مو موجود، فقالت لا بابا مو هني خلاص تعال بعد شوي، سكرت الباب على طول ما أعطت المجال، خافت منه. ورجعت للمطبخ وتشوف الأولاد، شوي بعد 10 دقائق ربع ساعة، وتتفاجأ بأن هذا الشخص واقف خلفها وهي في المطبخ على طول يحط ايد على فمه وايه تحاول وتصرخ ويطلع سكين من النوع اللي القديم اللي كان يضغط شيء كنت تضغط فيه مثل الزر تطلع لك النصل السكين هذه، ويحطها على رقبتها ويسحبها، والاولاد يبكون شافوا المنظر بك وكذا، ويسحبها الى الدور الاول يحاول يعتدي عليها، لكنها حاولت تقاوم كثر ما تقدر. شوي ويدخل صاحب البيت، الظاهر مستأذن ولا معتاد انه يروح الدوام ويرجع على وقت الساعة 11-12، يعني دوامه بسيط او انه مستأذن. المهم لما دخل البيت ويسمع عياله يبكون والخادمة تصرخ كأن في احد معاها، وعياله الصغار ما هم قادرين يعبرون او ان يفهمون ايش اللي حاصل في البيت، فبدأ يركض صعد الدور الاول ويشوف المنظر هذا اللي ماسك سكين الملثم اللي جاثم على هالشغالة ويحاول انه يعتدي عليها. المهم مسك
هالرجل وادفعه على الحائط، لكنه ما يدري ان هذا المجرم معاه سكين، لان الكويتي هذا صاحب البيت اول ما شاف هالمجرم معاه سكين حاول انه يقاومه عن طريق انه يركض الى المطبخ، ينزل الى الدور الارضي ويروح يجيب سكين كذلك، او يجيب اي شيء يدافع فيه عن نفسه وعن عياله، لكنه ما لحق، سقط على الارض وكان فوقه منه المجرم. هذا بدا يترجى وعياله وراه يصرخون، وشافوا المنظر ان ابوهم على الارض وهذا واقف فوقه وحاط السكين ويهدده بالقتل. المهم يترجاه يقول له الله يخليك، الله يخليك، لا تقتلني، انا عندي عيال، ولا تقتلني قدام عيالي، الله يخليك. وعياله يبكون ويجون يلتمون حوالين ابوهم، وهذا ماسكه ويضرب فيه يعني بالكفوف وماسك السكين على جنب شوي، ويقوم يغرز السكين في رقبة صاحب البيت. بدعات شلال الدم. هذا المجرم الظاهر انه ما كان النية في البداية انه يقتل، او لا كان يبي يعتدي على الخادمة فقط، لكن لما تطور الموضوع واكتشف صاحب البيت الجريمة وحس انه راح ينكشف، قرر انه يقتل الشهود. غرز السكين في رقبة المواطن، ولما بدأ شلال الدم قال أنا لازم أجهز عليه، وفعلا انحره من الوريد إلى الوريد. توفى صاحب البيت أمام أعين أولاده. الخادمة تصرخ وكذا، حاولت إنها تأخذ الأولاد تهرب إلى أحد الغرف، لحقها وبدأ يطعم فيها إلى أن سقطت على الأرض. ترك الأولاد محتضنين الخادم وهي على الأرض، والأب كذلك متوفي، وطلع من البيت. بعد تقريبا ساعة الأولاد بكي، عندهم شغالة جيرانهم، وهذه متعودة أنها دائما تزور شغالة البيت هذا، يعني كل فترة وفترة تمر تسلم، لكن الصدفة انها في هاليوم هذا مر عليهم، تضرب الباب ما حد يفتح، تسمع صوت الولد والبنت الصغار يبكون، تضرب الباب وتسمع الاولاد يبكون بابا ماما، ما هي فاهمة شو السالفة. رجعت بلغت كفيلها اللي هو صاحب البيت جارهم، قالت له بابا البيبي هذا كله يبكي وما حد يفتح الباب، وانا اطق الباب على الشغاله ما تفتح. جاء معاها الجار، شو السالفه، يضرب الباب يسمع العيال يصرخون، قام راح استدعى واحد من الجيران علشان يكون شاهد معاه على الموضوع، ما خاف انه يكسر الباب من اول مره. الجيران صاروا واقفين عند الباب يسمعون الاولاد يصرخون وبكي، بابا مات، ابوي مات، بابا دم. هم ما هم فاهمين بالضبط، العيال ما يعبرون يعني او ما يعرفون يتكلمون بشكل واضح. هني قرروا ان يكسرون الباب، الجيران جارهم يعرفونه ويمونون عليه وخايفين عليه، كسروا الباب، ولا هذا الجار متوفي رحمة الله عليه، والخادمة كذلك مطعونة ومغمى عليها داخل الغرف لكن فيها روح. بلغوا رجال الامن ووصلوا انقلوا جثة المواطن للطب الشرعي، اما الخادمة اسعفوها الى المستشفى. اثناء تواجد رجال الامن داخل البيت ويتصل تليفون البيت، ولا منه صاحبة البيت اللي كانت موجودة في السوق اتصلت على الشغالة في تليفون الارض البيت علشان تبي تعرف اذا في بعض الحاجيات هي يعني تحتاجها للمطبخ او تحتاجها للبيت او من تنظيفات وغيرها. استغربت ان اللي رد عليها ضابط مباحث. الو ولا هذا رجل. قالت له انت منو؟ قال لها انت صاحبة البيت فلانة. قالت اي نعم. قال لها انا ضابط مباحث مخفر او شرطة القرين، لو سمحتي احضري عندنا في شيء ضروري. شو اللي صار؟ قال لها لا تجين ان شاء الله وتشوفين يعني شو الموضوع، ما اقدر اقول لك في التليفون. هو خاف بعد يقول لها زوجك مات والخدامه مطعونه ومرميه في احد الغرف وعيالك تجي مسرعه ولا تقلب بالسياره ولا تسوي حادث ولا تسوي مصيبه. المهم لما وصلت واكتشفت وقوع
الجريمة. المشكلة اللي واجهت رجال الأمن أنهم ما قدروا يحددون سيناريو الجريمة، يعني من هو القاتل، من اللي قتل المواطن، ومن اللي حاول إنه يقتل الشغالة، وين كانت صاحبة البيت، ليش رايح السوق الصبح. دائرة الاشتباه طالت الكثير من المقربين والجيران، لأن رجال الأمن ما يلامون، يحاولون يفكون هاللغز الغامض في ظل أن الشغالة إلى الآن في غيبوبة وما في شهود غير الأولاد اللي أعمارهم ما تتجاوز 4 سنوات، يعني مستحيل أن يعطونهم أي تفاصيل عن الموضوع. يحققون قالوا ما في أمل إلا نرجع نسأل الشغالة اللي موجودة في المستشفى. راحوا لها المستشفى، قال لهم الدكتور اللي يشرف على حالتها إنها يعني في حالة سيئة وإلى الآن في غيبوبة، ومستحيل إن حتى لو تصحى أنا بإمكانكم أنكم تستجوبونها. الموضوع مطول شوي. ارجعوا مرة ثانية إلى بيت المواطن اللي حصلت فيه الجريمة. اشتغلوا رجال الأدلة الجنائية تمشيط في البيت، في أرجاء البيت وحوالينا من الخارج، إلى أن استطاع أحد رجال الأدلة الجنائية من خلف البيت، من خلف المنزل في حاوية قمامة، عثر على قفازين مليانة دم. طاروا في القفازين إلى الطب الشرعي علشان يحددون هذا الدماء اللي موجود على القفازين دماء منه. اكتشفوا إنها دماء للشغالة وكذلك لصاحب البيت، يعني المجرم استخدم هالقفازين في ارتكاب الجريمة، ولما هرب من البيت التف حوالين البيت من الخلف وتخلص من القفازات، رماهم في حاوية القمامة في تكرمون الزبالة. هني قالوا بس الآن عندنا تصور بسيط ان هالمجرم هذا كان يرتدي هالقفازين. وكانت المفاجأة ان رجال الأدلة الجنائية قدروا يعرفون ان هالقفازين من النوع اللي يستخدمونه عمال الطرق، وفعلا بدأ تطويق المنطقة بالكامل، وتم اعتقال اكثر من 150 شخص من العمال اللي موجودين حوالين المنطقة. كان من بينهم مجموعة من العمال لشركة كانت تقوم بمشروع رصف الطرق. المهم خذوا جميع العمال، وخصوصا بعد ما شافوا وتأكدوا ان العمال اللي قاعدين يشتغلون يرتدون نفس نوعية القفاز اللي وفرتها لهم الشركة اللي يشتغلون فيها. قالوا بس وصلنا خير، الآن المتهم واحد له علاقة فيها العمال، يا ان واحد فيهم، يا ان ماخذ من عندهم القفازات، يا ان يعرفونه. بدوا يستجوبونهم واحد واحد، وين كنت وكذا. جاء مديرهم، مدير العمال والمقاول، واكد ان جميع العمال كانوا في موقع العمل وان ما حد فيهم طلع، وانا متاكد. قالوا لا اوكي، لكن كلكم الان على ذمة التحقيق، نحجزكم الى ان تصحى الشغالة الاسيوية اللي في المستشفى. فعلا بعد اسبوع صحت، وكان بالامكان انه يتم استجوابها والتحقيق معها. فبدوا يسألونه وكذا. قالت في واحد دخل قال انا عامل تصليح دورة مياه، والكفيل هو اللي طلب مني اني اصعد الدور الاول اصلح دورة المياه. تقول انا رفضت وطلبت منه انه يرجع في وقت ثاني، سكرت الباب. بعد ربع ساعة تقريبا تمكن انه يدخل البيت، وكان واقف خلفي في المطبخ وطلع لي السكين وشرحت السيناريو اللي انا ذكرته لكم في بداية القصة. قالوا لها تعرفينه؟ قالت لا ابدا، هو ملثم، لكن انا لما حاول انه يعتدي علي قدرت اني افك لثامه قبل لا يجي الكفيل ويتدخل في القضية. قالوا لها زين، اذا عرضنا عليك مجموعة من الأشخاص هل تقدرين تميزين؟ قالت إن شاء الله بشوف. قالوا لا أوكي. فعلا سووا لها طابور عرض. الآن عندهم تقريبا اللي هم العمال اللي كانوا يشتغلون في ذاك الوقت في رصف الطرق، تقريبا كان عددهم 24 عامل بما فيهم
المقاول بما فيهم مديرهم بما فيهم جميع اللي يعملون في الشركة في ذاك الوقت في منطقة الكرين، جابوهم وسووا لهم طابور عرض. أول ما شافت الشغالة طابور العرض قالت هذا هو الشخص، متأكدة، قالت 1000000%، لأن وجهه كان وجهه عريض شوي وشنبات وكانت كان بالنسبة لها يعني شخص مميز، قالت هذا هو. قالوا له أوكي ارتاح شوي، طلعوا الطابور، قالوا جيبوا رجال الأمن وخلوهم يرتدون ملابس العمال وخلوا هذا الشخص من بين طابور العرض اللي فيه رجال المباحث، خلونا نضيحه شوي يعني نغير ملابسه، نخليه يلبس ملابس مدنية، ورجال المباحث والشرطة نخليهم يلبسون ملابس العمال، وندخلهم مرة ثانية طابور عرض علشان يشوفونها متأكدة ولا لا. دخلوهم مرة ثانية وقدرت فعلا تحدد المجرم، قالت هذا هو، متأكدة، قالت 1000000%، أعرف الوجه هذا، أنا فاك لثامة وكان وجهه قريب لأنه كان جاثم فوقها ويحاول أنه يعتدي عليها وكانت مركزة فيه يعني قبل لا يطعنها وقبل لا يغمى عليها. طلعوهم مرة ثانية وحطوا طابور عرض ثالث، لكن ما جابوا الشخص اللي هي أشرت عليه أو اللي أكدت أنه هو المجرم. يوم شاف الطابور العرض الثالث وتأكدت فيهم وحاولت تدقق قالت لا مو موجود، متأكدة، جابوا لها طابور عرض رابع، كل شوي يشكلونهم يغيرون ملابسهم كذا، الطابور الرابع كذلك ما حطوا المتهم. فقعدت تطالع وتدقق وتشوف، قالت لا مو موجود كذلك. جابوا طابور العرض الخامس، كان من بينهم عمال ورجال أمن وأي واحد يجي يشارك في طابور العرض علشان بس يتأكدون من بينهم المتهم، وكان عددهم تقريب 50 شخص، وطلعت المتهم من بين 50 شخص، قالت هذا هو، وهو نفس الشخص اللي أشرت عليه في المرتين السابقة. حققوا معاه، الولد ينكر، استمر في إنكاره، قالوا له أوكي ماشي إحنا نبي نصدقك، لكن أنت الوحيد اللي لما ألقينا القبض على جميع العمال اللي معاك في الشركة كانوا يرتدون القفازات إلا أنت، أصلاً إحنا كنا متعمدين أن نضبطكم ونتأكد كل شخص هل هو يرتدي القفاز ولا لا، لأن أصلاً إحنا اللي أرشدنا هو القفاز، أنت الوحيد اللي ما كنت لابس القفازات، ويني؟ وين قفازاتك؟ قام يحوس وكذا، والله أنا مش تدرون منه هذا الشخص؟ هذا شاب سوري اسمه لطفي. لطفي هذا كان جاي الكويت ما صار له شهرين، وهو أصلا من أهل حمص، متزوج في عام 90 وعنده ولدين، وجاء على عقد الشركة هذه، لأن تعرفون أنتم الكويت بعد الغزو كانت تحتاج إلى كثير من العمالة في رصف الطرق والشوارع والإنارة وكذا. في التحقيقات اكتشفوا أن لطفي عمل قبل أسبوع من الحادثة في رصف الطرق أمام منزل المواطن اللي حصلت فيه الجريمة، وكان يراقب الشغالة وهي تطلع من البيت وهي ترمي تكرمون الزبالة وهي تنظف وكذا، وأعجب فيها وحاطها في باله من ذاك اليوم، لين انتقلوا إلى موقع آخر وكذلك ما هو بعيد عن منزل المواطن، لكن قرر أنه يعتدي عليها، فكان حاط في باله أنه يدخل عليها ماسك سكين وهو ملثم، وكان عارف الوضع أنه دائما الزوج يطلع يروح للعمل وزوجته تطلع تروح للسوق ولا تروح زيارة ولا كذا، فعارف أن البيت ما في أحد إلا الشغالة، فدخل عليها ذاك اليوم وكانت النية أنه يعتدي على الشغالة فقط، لكنه تفاجأ بعودة صاحب البيت وحصل اللي حصل، وقرر أنه يتخلص منه علشان يفلت بالجريمة، ارتكب جريمة أكبر. مالكم بالطويلة، تم الحكم على لطفي بالسجن المؤبد. بالمصادفة أنا جلست أبحث عن لطفي الآن وينه، يعني هل هو لا يزال موجود داخل السجن ولا لا، لأنه مسجون من عام 92، يعني الآن صار له 30 سنة. المفاجأة أنه تم الإفراج عنه قبل شهر، كان في عفو عندنا هنا في الكويت، وهو كان من بين المعفي عنهم وخرج، والآن أعتقد
انه خارج الكويت لانه يتم الابعاد عن اي محكوم بالسجن بعد قضاء مدة المحكومية، اكيد راح يرجع الى بلده. وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.